الإنسان اختيار. نقطع المسافات ونحاول الإشارة إلى من يعيش معنا على هذه الأرض أيا كان. من لا يرحم لا يرحم. جادت نفسي بمهمة وامتلأت روحي همة لننير أماكن جمة لننير أماكن جمة. حب إحسان حكمة فعلوا الخير ولو كلمة. حب إحسان حكمة فعلوا الخير ولو كلمة. ونرسم في وجوه بسمة على رشد نبي الرحمة. جادت نفسي بمهمة وامتلأت روحي همة. دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. ها هي تعيش الحسرة بكل معانيها، تتجرع طعم الفقد. أربعة من أبنائها يرحلون إلى رحاب الله واحدا تلو الآخر. ظلت محتسبة وصابرة تقودها بصيرتها التي لازمتها في كل أوقات الشدة، رغم أنها تكاد تفقد بصرها بعد أن أصيبت عينها، لكنها تقضي جل وقتها تكابد من أجل لقمة عيش حلال لأحفادها الأيتام. ليس لها من نصير يؤازرها بعد فقدها لزوجها الذي فقد عقله بسبب تلك الظروف القاهرة، فما كان لها إلا التوكل على الله وملازمة الدعاء والصبر على البلاء. حجة فاطمة كيف الحال؟ الحمد لله أمي. الله يعطيك العافية. الله يوفقك. ما تشوفين شر إن شاء الله. لا أنت يا رب. شكرا على استقبالنا. الله يحميكم. الله يحفظك. الله يوفقكم. كلمينا يعني كيف كانت الأوضاع في سوريا وكيف جيتوا هنا؟ والله يا أمي أول أحداث صار الأحداث استشهد لي أول واحد جنب البيت. من ابناش؟ من أولادي. الله يحفظك. اسمه عبد القادر. طلعنا نزحنا غير مطرح، رحنا لنجيب اغراض للبيت مطرح ما الناس ساكنين، رحنا ركبين بالسياره ما سمعت لا شيء يعمل، وين التفتك الاقي مستشهد محمد شيخ يعني. محمد ايه بقلب السياره محمد شيخ عالم، كان الدمع بينفر من انفه من ادنى من تمه. صرت اصيح يا محبين الله ابني ان حسبي الله ونعم الوكيل. والله تاني قصف استشهد التاني كمان قصف استشهد. أنا كنت بركب البيت سمعت شي يعمل ون رقدت لعندي هذول الأطفال أنا رأيتهم أتلاتي طلبت لقيتهم بالشارع رقدت عملتك ما شفت اللي أكلت بعيني. جات الشظية في عينك؟ إيه جت بعيني شقت من هون هاي شقتي كلها وعيني ما بقطص الدم يزرب زرب زرب. سألت لهم دخلكم عيني عيني رقدوا العالم مسعفوني خيطوا لي من هون تخييط خيطوها قال العين منتهية معفوسة عفس أحس راسي كله انشال ما بعرف إيش يصير فيني. ردوا عملوا لي عملية التانية بعد شهر ونص عملوا لي عملية التانية قالوا لي خلص ابن عينك يعني بدك تتحمليها. هلأ صار لي 7 سنين وأنا بقضي بعيني. أولادش كم عددهم اللي فقدتيهم؟ أربعة توفوا. أربعة محمد وعبد الرحمن وعبد القادر ومحمود. باقي عندش غيرها؟ عندي. الله يخليك. الله يحفظك. الله يخليك.
أولادي الأربعة استشهدوا يا ابني، و12 يتيم. أبنائهم 12؟ 12 عدد أبنائهم. أي واحد 7 أولاد، واحد 3، واحد ولدين. الحين 12 يتيم أنت اللي عتيلي؟ أنا بطلع عليهم. الله الله، ما عندي غير رحمة الله سبحانه. الحمد لله، إذا حدا حس فينا بالزكاة علينا، ما حدا، الله موجود. وبعدها كيف جيتوا هنا؟ وقت جيت، أنا جيت من جيت الحجي، أخذنا عم مشفى نيك، الله كتر خير الله وخيركم. قالوا لي نحن من طالع تركيا أصاف، طالعنا أخذوا مشفى كلس، وشافوا قال هذا يعني أمراض عقليا طاق له. هذا مال اللي هو أبوهم؟ أبوهم زوجش. إيه هذا المشلوب جوا. إيه صار عنده حالة نفسية؟ إيه حالة نفسية يعني. من زمان كانت ولا ما بعد؟ لا بعد ما صار بالبلاد، بعد ما توفى ولا إيه، وراح يعني البيتنا وراح كل مسكننا وكل شيء، ما ضل عنا شيء. إيه هوني ما بقى يتحمل صدمة. وكيف جيت، وين سكنتوا هلا لما وصلتوا هنا؟ وين جينا لهون؟ سكنتوا في هذا البيت؟ إيه صرنا 7 شهور. تدفعون له أجار ولا بدون؟ لا والله بدنا، والله قالوا هيك، وبعدين قال نحن يعني عرب بركناكم شهر شهرين، ما يعني ما بقى توفي، لا دبروا بيطلعوا لا دفعوا. أو بنتحمل نحاول من هون ومن هون. أي والله هلا هددونا بده يعني بدون البيت. قال البيت إذا إجا المشتري بكون دبروا حالكم. إنا الله سبحانه، إنا الله يا ابني، الله سبحانه وتعالى سلامتك وسلامة الأهل الخير ما بيقطع الله. أنا لا عيني ما أتحمل خالص، ليل ونهار بشلف حالي بطلع الشارع برقد يعني من عزم الألم الشديد ضربت على عيني هاي. زي ما عالجتيها؟ لكت أبوي، لكت يعني قد ما عالجت. شلون عم صير فيها؟ شوف يا أمي يعني صار طخ عم الطخ. وكيف تصرفين على الأيتام؟ والله الله بيعلى، الله بيعلى، الله بيعلى، إن شاء الله ما بحكي إلا الله بيعلى. سبحانه الله موجود حشى لله، اللي حضرت عليه الرسول الله سبحانه وتعالى، اللي حضر عليه الرسول قال لي هنيئا، حضر علي أبوس روحه، لا طويل يوم ولا أصير لأمي لبس أبيض في المنام، لأنه جري مرتين بالرؤية أول مرة وثاني مرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي صبري صبري إن شاء الله، قال لي إن شاء الله لك الجنة. استجد جنبي كملتك، لقيت مستجد شيخ محمد، قلت له وضعتك عند الله، قلت له حسبي الله ونعم الوكيل، وعلى بعوني بيع العيال بيع البلاد، والله ربك موجود الحمد لله. إيش اللي تحتاجونه الحين؟ بدي الله يرزقكم ويفتح عليكم، ولا تنسونا من فضلكم، ولا تنسوني من فضلكم، لأني أنا وقف العملية على الله وعليكم. العملية إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بيجرون هلش إن شاء الله، من خلال القطر الخيرية بتولى موضوع عمليتش كاملة. الله يسلمكم ويوفقكم بإذن الله، إن شاء الله راح يكون هناك كفالة للأيتام. الله يوفقكم والله يفتح عليكم. إيش بعد تحتاجون؟ والله والله لضل أدعي لكم طول ما لي طيبة بالدنيا، ما بن إن شاء الله ما بنساكم من الدعاء، من فضل الله وفضلكم.
جادت نفسي بمهمة وامتلأت روحي همة لننير أماكن جمة لننير أماكن جمة حب إحسان حكمة فعلوا الخير ولو كلمة حب إحسان حكمة فعلوا الخير ولو كلمة ونرسم في وجوه بسمة على رشد نبي الرحمة جادت نفسي بمهمة وامتلأت روحي همّة.